أهلا بكم ومرحبا في أول لقاء لنا في الفصل الصيفي في مادة Project Resource and Time Management. هذا أنا متحدثكم عبد الله جميل حلواني، حنكون مع بعض إن شاء الله خلال الفصل الصيفي في رحلة أتمنى أن تكون شيقة وممتعة وذات فائدة على الجميع. في البداية أحب أرحب بالمنظمين جد للبرنامج، وأقول برضا عودا حميدا للناس اللي كانت سجلت مواد في الترم السابق، وننطلق في رحلتنا إن شاء الله سويا. أرجو أن يكون واحد فيكم قد عد كوب من شرابه المفضل لنبدأ هذه الرحلة سويا. لقاءنا اليوم حينحصر على محورين. المحور الأولاني حيكون مقدمة للمادة أو تعريف بسيط لما حيكون من مواضيع وأهداف لهذه المادة. الجزء الثاني حيكون مراجعة وزي ما يقولوا إثراء أو استعادة للمعلومات الأساسية للبروجكت مانجمنت فاندمنتالز أو مبادئ إدارة المشاريع، ليكون عندنا يعني تصور خاص بالناس اللي أول فصل لهم في هذا البرنامج عشان يكون زي تنشيط وتذكير لهم، وإن شاء الله الفائدة برضو للأخوان اللي قد أتموا يعني جزء من البرنامج. في البداية المقدمة حيتكلم عن اسم المادة. المادة هي Project Resource and Time Management، أو بمعنى آخر بالعربية اللي هي إدارة موارد والوقت الخاص بالمشروع. كما هو معلوم لكريم يعني لكم، كل مشروع بجميع يعني أشكالها وتصنيفاتها تقوم على ثلاثة ركائز لا غنى عنها، لازم أن تكون متواجدة اثنين منهم على الأقل، اللي هي المان باور أو الموارد البشرية، القوة العاملة زي ما يقولوا. الشيء الآخر اللي هو المشينري اللي هي الآلات والمعدات المستخدمة في هذا المشروع، وأخيرا اللي هي الماتيريالز اللي هي المواد المستخدمة في هذا المشروع. طبعا المواد هنا تشمل أيضا يعني بالمصطلح الواضح للكلمة اللي هي المعدات والأدوات والأجهزة المستخدمة، بالإضافة إلى النقود والمصادر الأخرى اللازمة ليش تشغيل هذا المشروع. زي ما قلنا هي ثلاثة أشياء رئيسية، اللي هي المان باور اللي هي الموارد البشرية والقوة العاملة، المشينري اللي هي المعدات، والماتيريالز اللي هي المواد الخام وتشمل النقود أيضا. هي دي الثلاثة الأساسية لأي مشروع. فطبعا عشان هذه الثلاثة تدار بشكل جيد، اللي هي تعتبر الموارد للمشروع، يجب أن تدار بشكل جيد. فالمادة دي تهتم بكيفية إدارة هذه المواد بشكل جيد لوصول الهدف النهائي للمشروع، ومن أجل إدارتها بشكل جيد يجب أيضا أن يكون هنالك تقييم لها أو تحديد الكميات المحتاجة منها أو النسب بينها عشان يكون الإدارة للمشروع أو انطلاقة إدارة المشروع تكون واضحة. فحنا حنهتم بجميع النواحي الخاصة بها، من ناحية تقدير الكميات المحتاجة من كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة اللي قلنا عليها، كيف إحنا ممكن ننسق بينها وبين المراحل المشروع المختلفة ليكون في هناك اتساق وتوحيد للجهود ولا يكون في هدر لهذه الموارد تبعنا. من أجل طبعا الهدف الأساسي دائما لكل مشروع إنه يكون بجودة عالية في وقت مقبول، يعني وقت يناسب العميل أو يناسب رغبات العميل في أنه يكون المشروع الذي هو طالبه أنه ينجز، وفي الأخير طبعا بشكل مهم أنه هو بأقل تكلفة ممكنة. هذه هي الجوانب الأساسية اللي احنا هنتكلم عنها في المادة. طبعا هذه المواضيع
زي ما تشوفوها الآن أمامكم، هي المواضيع اللي حتكون تحت اهتمامنا خلال رحلتنا إن شاء الله في المادة. من ضمنها طبعا اللي هو عملية التنبؤ أو التوقع للكميات المحتاجة من المواد الخام، أو من الوقت المحتاج للتنفيذ والتكلفة اللازمة ليش لإنشاء ليش لإنهاء المشروع. ثم بعد ذلك اللي هو تخطيط للبلان أو الخطة والمنهجية اللي حيمشي عليها المشروع، وإدارة هذه الموارد وجدولتها للتنسيق بينها. أحيانا برضو حنحتاج إنه مثلا حنتعلم إن شاء الله على حاجة يسموها تسريع المشروع. أحيانا في يحتاج يكون ظروف معينة نحتاج إنه نسرع المشروع، فحنتعلم مع بعض إن شاء الله كيف ممكن تكون هذه الحكاية. بالإضافة إلى إنه حنتعلم أشياء أخرى اللي هو كيف نقيس أداءنا في المشروع، وكيف ندير الأعضاء الفريق اللي حيكونوا مشاركين في هذا المشروع. هذا بشكل مبسط. زي ما قلنا إن شاء الله بنهاية هذه الرحلة في هذه المادة حنتعلم إن شاء الله شوية أشياء حنركز عليها، اللي هي زي ما قلنا حنتعلم مع بعض الاحتياجنا من المواد، من الموارد البشرية اللي هم الليبرز أو المان باور يعني، والماتيريال اللي احنا ايش نحتاجها، والتايم طبعا اللي احنا ايش نحتاجه أو الوقت اللي محتاجينه لكل ايش جزئية وكل مهمة موجودة عندنا في المشروع. طبعا إن شاء الله حنتعلم كيف إنه نطبق أو نستخدم الأدوات الإدارية المناسبة والطرق الهندسية في إدارة إيش المشروع مع بعض إن شاء الله. وفي الأخير برضو حنتعلم مع بعض اللي هو عملية التقييم المستمر لمشروعنا من البداية إلى إيش النهاية. هذه المراجع اللي حنكون حنستخدمها إن شاء الله في خلال المادة. في عندنا كتابين، الأولاني هو الأساسي والثاني برضو هو مرجع جيد. أول واحد اسمه Project Management The Managerial Process. أي نسخة، ما الاختلافات بين النسخ قليلة أو يعني ما هي جوهرية. والثاني اللي هو Project Control Integrating Cost and Schedule in Constructions. هذه هي الكتابين اللي حتكون مرجع لينا إن شاء الله في المادة. طيب، أول هذا الجزء الأولاني انتهينا منه. الجزء الثاني اللي هو حيكون مراجعة للبروجكت مانجمنت فاندمنتالز اللي هو أساسيات إدارة المشاريع، عشان نعرف إيش يعني مشروع وإيش يعني إدارة مشروع وإيش هي العوامل الأساسية والركائز الأساسية لأي مشروع. البروجكت عبارة عن، هم بيعرف في أكثر من تعريف ليه يعني كلها متشابهة. أول واحد بيقول هي a complex non-routine on time one time effort limited by time budget resources performance designed to meet customer need. إيش يعني الكلام ده؟ إن هو عبارة عن حاجة ما هي بشكل روتيني، ما بتتم بشكل روتيني. يعني حاجة زي ما يقولوا جديدة لم يسبق تطبيقها أو تنفيذها بنفس الكيفية في السابق. طبعا عشان يعني نكون أكثر شمولية أو نفهم الموضوع بشكل أكبر، كل ما كان المشروع أو اللي أنا بنفذه ينفذ لأول مرة، فهنا بيكون احتياجي أكبر لفكرة البروجكت مانجمنت أو إدارة المشاريع. ليش؟ إنه لما يكون الموضوع متكرر بأكثر يعني باستمرار، بيحدث باستمرار. على سبيل المثال، أنا بصنع منتج معين، خلاص أنا بديت أصنعه، فأنا بصنعه بشكل يومي، فهنا صارت المسألة روتينية، فما بحتاج إني أبذل فيها جهد كبير. خلاص موظفيني والعمال والإدارة صارت مستوعبة لجميع الاحتياجات لهذا المنتج وجميع التكاليف والوقت المحتاج لهذا التنفيذ والمواصفات حق لهذا المنتج، فكلها صارت معروفة، فصارت حاجة يسموها متكررة غير روتينية. فهنا
ما يكون الاحتياج لمهارات البروجكت مانجمنت، نحتاج مهارات تانية اللي لها علاقة بإدارة إيش الإنتاج. لكن لما يكون عندي المشروع جديد لم يطبق بشكل يعني بنفس الكيفية بطريقة بشكل يعني بوقت سابق، فهنا بحتاج إنه يكون في عندي تركيز واهتمام أكبر بالوسائل والطرق الخاصة بإدارة المشاريع. طبعا زي ما قلنا إنه هو العوامل الأساسية طبعا اللي هي الريسورسز والبادجت اللي هي الفلوس، والبرفورمانس سبيسيفيكيشن اللي هي الأداء والجودة اللي مطلوب منها. طبعا هي كلها في الأخير بتصب في حاجة العميل customer needs. وعشان برضو نكون واضحين، كل مشاريعنا دائما قائمة على الكاستمر نيدز بيقولوها، أو الاحتياج للعميل، أو الكاستمر ساتيسفاكشن هو رضا العميل. أنا في الأخير بأوصل لهذه النقطة اللي هي النقطة الأساسية اللي بشتغل عليها، عشان أنا إذا كان مشروعي ربحي فأنا وصلت للربح حقي، أو كان مشروع غير ربحي برضو أنا بوصل لإيش للهدف الإنساني اللي أنا كنت بأسعى إليه. فهو في الأخير رضا العميل هو أهم قياس عندي. فدائما أنا بأخذ مواصفات العميل، هو إيش محتاج فأنا بلبي له هي. في تعريف آخر: A project is a temporary endeavor undertaken to create unique product, service or results. هذه الثلاثة الأشياء اللي بتشكل أنواع المشاريع. هي ممكن مشاريع مو شرط إنها تكون مشاريع إنشائية أو مشاريع محسوسة إنه يكون فيه منتج نهائي ليها، ممكن أحيانا تكون عبارة عن خدمات بصمم، أو مشروع تقديم خدمة كالخدمات الصحية أو الخدمات البنكية أو جميع الخدمات الأخرى كتصميم البرامج الانفورميشن سيستم. هذه كلها تعتبر برضو إيش مشاريع. أو ريزلتس اللي هي المشاريع اللي هي المشاريع البحثية، ممكن يكون الهدف من عندي في المشروع إن أنا بعمل مشروع بحثي أبوصل لنتيجة معينة، فهذا يعتبر برضو نوع من أنواع المشاريع. للتذكير برضو في عندنا حاجة يسموها بروجرام أو بروجكت. للتوضيح بينهم إنه البروجرام أو البروجكت زي ما قلنا إنه حاجة معينة محددة ليها هدف معين بوصل ليه. البروجرام هو عبارة عن إيش؟ مالتي بروجكت، بيكون أكثر من مشروع، لكن اللي يجمعهم إنهم يهدفوا لخدمة وهدف واحد. الفكرة هنا إنه يكون البرنامج عبارة عن مالتي بروجكت، أنا كل هذه البروجكتس تكون شغالة لتخدم هدف واحد. على سبيل المثال، البروجكت هو عبارة عن إيش؟ المثال يقول لك إن أنا بنهي كورس معين في مجال البروجكت مانجمنت، هذا عبارة عن مشروع إن أنا أدرس هذه المادة. لكن البروجرام إنه يكون مثلا أخلص جميع أو أنهي جميع الكورسات المتعلقة بإيش في البيزنس ميجر، فهنا أكون هذا يعتبر بروجرام وهذا يعتبر إيش بروجكت. هذه من الأشياء اللي برضو يعني مصطلحات المستخدمة، حاجة يسموها الترمينولوجيا، المصطلحات المستخدمة في مجال إدارة المشاريع. طبعا ما دام قلنا إدارة مشاريع، فأكيد ان شاء الله زي ما انتم حتكونوا في المستقبل مدراء للمشاريع او بروجكت مانجرز ان شاء الله. فنبقى نعرف ايش هو دور مدير المشروع ده او ايش مهامه. يعني هي مربوطه بالشيء اللي احنا قلناه، انه هو طبعا بيدير حاجه مؤقته جديده لم تكن يعني موجوده قبل كده، لم يتم تنفيذها قبل كده بالطريقه هذه. بيكون من مهامه الاساسيه انه هو بيشرف ويوفر المصادر الخاصة بالمشروع، يوفرها للناس اللي هتشتغل معاه تكون موجودة عنده. طبعا بيكون أيضا مرتبط بشكل كبير بالكاستمر، عشان ليش؟ عشان يكون دائما في تنسيق بينه وبين الكاستمر لتتأكد من إنه هو بيوفر له جميع طلباته في جميع مراحل إيش المشروع. أكيد طبعا هو بهذه الاثنين بيكون عنده بيوجه وبيعمل تنسيق coordination و integration للبروجكت تيم. طبعا هو في الأخير طبعا المشاريع قائمة على عمل الفرق، فرق عمل، فلازم يكون بينهم تنسيق، فهذا هو برضه من مهام مدير المشروع.
عبارة مشهورة احنا عندنا في المجال وفي كل المجالات، اللي هو مسألة توفير الشيء المطلوب في الوقت المطلوب بالكمية المطلوبة بالطريقة السليمة. فهذه هي الأساسيات اللي هو بيش بيتعامل بها مدير المشروع. لازم هو إنه هو بيكون the right people at right time address right issue، اللي هو يكون بيتعامل مع الموضوع الصحيح وياخذ القرار المناسب دائما، اللي هي right time right amount right decision. برضو في نفس المجال او في نفس الفكره، احنا بنراجع مع بعض اللي هي خصائص المشاريع او ميزات المشاريع، ايش هي تتميز بيها ايش المشاريع او مواصفات المشاريع. اول واحده فيهم اللي هي لكل مشروع يوجد defined start and finish، يعني دائما لكل مشروع لازم في يوم انطلاق ويوم يكون يسموه ديدلاين زي ما بيقولوا، او زي ما يقولوا الاند ديت، اللي هو يتم فيه تسليم المشروع ويكون وصل للاوبجكتيف او الجول حق المشروع. الشيء الثاني طبعا يكون في عندي تايم فريم لكل خطوات المشروع، في عندي تايم فريم يعني لكل مرحله من مراحل المشروع. الشيء الثالث اللي هو يونيكنس. ايش يعني يونيكنس؟ انه هو زي ما قلنا مميز، ما هو له ليس له شبيه. طبعا في ممكن واحد يقول لي طيب يعني في مشاريع مثلا زي مشاريع المباني السكنيه والمباني الخاصه او حتى المشاريع الكبيره، في يكون في تكرار المشاريع الجسور. نعم هو في تكرار، لكن لو دققنا اكثر حنلاقي انه كل مره بيتم انشاء فيها مشروع مماثل في يوجد تعديلات، يوجد تغييرات، يوجد مواصفات جديده، ممكن يكون يوجد تقنيات جديده او تكنولوجي availability جديده، يعني توفرت وسائل تقنيه جديده. صحيح احنا في الاخير بنبني الجسر او بنبني المنشاه او العماره او الموقع السكني، لكن برضو يوجد اختلافات ليس مطابقه تماما بنسبه 100%، لا يوجد اختلافات. فهنا يعتبر ليش الانفراد بكل مشروع انه هو ليه طبيعته الخاصه. المواصف الكاركترستيك الرابعه او المواصف الصفه الرابعه للمشاريع برضو اللي هي يكون لازم يكون فيها عباره عن تيم شغالين عليها، اللي هو عباره عن مجموعه من الناس تخدم الهدف تبع المشروع، يكونوا ذوي مهارات خاصه، لازم يكون عندهم المهارات المطلوبه لاداء المشروع. طبعا دول الناس حيكونوا متأثرين من المشروع، فلازم يكون عندهم الاستعداد الكامل للقيام بهذه ايش المهام اللي حتكوكل اليهم. الصفة الخامسة للمشاريع انه في بيكون عندي دائما limited resources. limited resources اللي هو مصادر او مقومات المشروع دائما تكون عندي محدودة. للأسف الشديد هاي طبيعة الاشياء زي ما يقولوا، ما عندي يكون مثلا يعني إمكانيات متاحة، أنا محدود مثلا بوقت معين، بيكون محدود أيضا بعدد من الموظفين معين، أكون محدود برضو بمواد خام معينة، محدود أيضا بتكلفة معينة. فهنا دائما يكون في عندي limitation أو قيود عليها بتنحط في المشروع، فهذه برضو من مواصفات المشروع. المواصفة الأخيرة والسادسة إنه هو عبارة عن المشروع بيكون عبارة يكون له ترتيب، يعني في الإيش في الأداء، يعني مراحل، بيكون له مراحل، يعني ممكن مرحلة أولى ثانية ثالثة. على سبيل المثال لو أنا بأبني منشأة مثلا كعمارة سكنية، في مرحلة أولى مثلا اللي هو الانتهاء من التخطيط والتصميم، بعد كده مرحلة ثانية اللي هو إصدار التصاريح اللازمة يعني من الجهات المعنية لبداية المشروع، بعد كده مثلا اللي هو حفر الأساس، بعد كده اللي هو إقامة الهياكل الإنشائية، وهكذا خطوات معينة وبترتيب معين. يعني قلناها طبعا أحيانا بعض الأكتيفيتيز هذه ممكن تكون تتم بطريقة متوازية أو بطريقة متتالية، على التوازي أو على التوالي، هذه إن شاء الله حنشوفها برضو بالتفصيل في المحاضرات القادمة.
طبعا على مثال العماير الإنشائية، دائما حيكون عندنا مثال الأمثلة في المشاريع الإنشائية، دائما تلاقي تربط بالأعمال الإنشائية. ليش؟ إنه هي يعني من أكبر المناطق اللي يتم فيها استخدام الإدارة الهندسية أو إدارة المشاريع. والشيء الآخر حنستخدمها بكثرة عشان نوعا ما هي أقرب للناس للتخيل، يعني كلنا عشنا في يعني مباني سكنية أو رأينا مراحل إنشاء مباني سكنية، وسهل لينا إنه احنا يعني نستوعب المثال هذا بشكل أكبر يعني. فدائما حنستعمل هذا المثال، وإن شاء الله حجيب أمثلة أخرى يعني، لكن هذا المثال دائما موجود بكثرة في مسائل البروجكت مانجمنت. نعم، شيء آخر أحب أضيفه لو سمحتوا، يعني إن شاء الله أنا ما بكون معكم فقط كمعلم أو مدرس المادة، نحن بنتعلم مع بعض عملية مسألة كيف نتعلم، هناك التعلم وكيفية التعلم. فهنا أنا أحب أقول يعني أنا إن شاء الله يعني أثناء إلقاء المحاضرات حركز، حين أقول الرجاء أخذ ملاحظة بهذا الخصوص. حسب خبرتي أرى أن هذه النقطة مثلا تكون مهمة جدا، يعني يجب أن لا تغيب عن جميع الدارسين لهذه المادة أو لهذا البرنامج. فرجاء يعني إذا أحببته لما نقول هذا أنك تأخذ ملاحظة، يكون في عندك أو عندك يعني نوت أو حاجة تأخذوا فيها الملاحظة دي، يعني تكون زي المرجع عليكم، تسهل عليكم الرجوع وفهم المادة إن شاء الله. برضو هنتكلم عن اللايف سايكل اللي هي دورة حياة المشروع. دورة حياة المشروع تنقسم لأربع أقسام. أول قسم اللي هو تعريف المشروع أو الديفايننج للمشروع. في هذه المرحلة بيتم فيها تحديد أهداف المشروع ومواصفات المشروع سبيسيفيكيشن والمهام المطلوب إنجازها في المشروع والمسؤوليات الريسبونسبيلتيز تبع المشروع، مين مسؤول عن ماذا، من مسؤول عن ماذا. المرحلة الثانية اللي هي التخطيط، اللي هي بتكون خاصة بعمل الجدولة للمشروع ومراحل تنفيذه، كيف بتتم المراحل المشروع. يكون فيها عمل البادجيتينج اللي هو التكاليف، إدارة التكاليف للمشروع، نعرف المشروع كم يكلفنا بشكل كامل وبشكل مستقل لكل أجزاء المشروع. بيتخطط برضو للموارد اللازمة لتنفيذ المشروع، إن كانت موارد بشرية، إن كانت موارد من مواد خام، إن كانت موارد من أدوات أو معدات، أو طبعا من وقت محتاجينه. هذه هي جميع الموارد اللي احنا ننظر إليها عند عملية التخطيط للمشروع. بيتم أيضا تقييم أو التخطيط للريسك اللي هو المخاطر المحتملة. طبعا تخطيط المخاطر لسببين، أول سبب فيها إنه أصلا نمنع حدوث هذا الخطر، أو يكون لدينا خطة للتعامل مع الخطر إن حدث لا قدر الله. فهنا بيكون برضو التخطيط لهذا الموضوع، هذه من المراحل إن شاء الله يتم تغطيتها في مادة مستقلة. الجزء الأخير في التخطيط بيكون عملية الستافنج اللي هو توفير أو تشكيل فرق العمل اللي حتقوم بهذا المشروع، إذا كان إحنا محتاجين عملية توظيف أو عملية استقطاب زي ما يقولوا لمهارات معينة، فنحتاج نستقطب الناس المالكين لهذه المهارات لتوظيفهم لإدارة المشروع. فهذه مرحلة تخطيط لمرحلة في إيش جزئية ليش التوظيف. المرحلة الثالثة اللي هو التنفيذ الاكسكيوتينج. طبعا في هذه المرحلة في عندي أربع أشياء بتصير معايا، اللي هو بيكون عندي دائما متابعة لأدوات لمراحل التخطيط، الستاتس حق ريبورت يسموها، تقارير لمتابعة سير العمل، ماذا حدث، ماذا المفروض انه يكون حدث او لم يحدث، هل تم تنفيذ المهام في الوقت المحدد او لا، هذه كلها، هل تجاوزنا التكلفة المخطط لها او احنا محتاجين افضل. ان دائما بتصير زي ما بيقولوا تغييرات، لا نستطيع
أن نمنع هذا الشيء لأسباب كثيرة. على سبيل المثال، ممكن أن يواجه المشروع عقبات خارجة عن الإرادة، مثلا تغير في أحوال الطقس، فاضطرينا مثلا إنه إحنا نقف العمل لأسباب الظروف الجوية. فمعنى هذا إنه سنحتاج إلى وقت أطول، ممكن نواجه إنه تغير في تكاليف المواد الخام لسبب معين، على سبيل المثال الوضع اللي إحنا عشناه قبل فترة لانقطاع الإمدادات أو النقل بين البلدان، فأدى إلى شح بعض المنتجات فارتفاع أسعارها، فبالتالي هذا أدى إلى تغيير. فممكن نحن المشروع نواجه مشكلة زي هذه. الجودة مهم جدا متابعتها أثناء عملية التنفيذ، اللي هي ضمان تنفيذ المشروع بالمستوى المطلوب من قبل العميل. طبعا الشيء الآخر، دائما بيكون في عملية فوركاست لكل الخطوات المستقبلية. دائما بأعيد، دائما أعيد مراجعة العملية اللي عملتها في التخطيط، لكل شاب بأرجع أخطط لها تاني وأعمل لها فوركاست. المرحلة الأخيرة اللي أتمنى أنها دائما نوصلها، اللي هي الكلوجر، اللي هو إغلاق المشروع. في هذه المرحلة بيكون في أكثر من خطوة أو مهمة بنسويها، إنه إحنا مثلا بيكون يسموها الهاند أوفر أو مناولة المشروع للعميل. فنحتاج ممكن يكون من ضمنها تريننج، نعلمه مثلا، كان مثلا البرنامج صممناه احنا، فبنعلم العميل على استخدام البرنامج. اذا كان مثلا جهاز جديد او يعني ماشينري جديد تم تصنيعها، فبنعلم العميل كيف استخدامها. وبيكون طبعا زي ما نرى احنا لما نشتري اي منتج، بنجد معاه شويه دوكيومنتيشن، اوراق موجوده يسموها التوثيق لمواصفات المنتج ده وكيفية استخدامه، اللي هي بتكون عملية ترانسفير للدوكومنتس لكل المعلومات الخاصة بالمشروع والمنتج النهائي من المشروع. طبعا بعد كده بيكون في ريليز للريسورسز، انتهيت من أن أنا من احتياجاتي للمعدات أو للموارد البشرية، المان باور اللي عندي، فبعملهم ريليز، يعني الناس اللي يكونوا معينين فقط على المشروع، فخلاص ينتهي الكونتراكت معاهم التعاقد معاهم، او انه ممكن ان اوجههم لمشروع اخر، خلاص ممكن ابدا استفيد منهم في مناطق اخرى. بيكون في تقييم نهائي لازم يسموها الليسن ليرد، اللي هو كيف قيمت ادائي في المشروع، ايش استفدت منه، ايش واجهت، كيف عليت المشاكل اللي واجهتها، هذه كلها بيصير لها ايفالويشن لادائنا عشان نستفيد منها في المستقبل، مع اللي هي برضو الليسن ليرد. طبعا لو تلاحظوا في الرسمة هذه المراحل بينهم تداخل، يعني لو شفنا هذا الديفايننج مثلا، هذا الكيرف تبعه على التايم سكيل اللي هو الستارت والاند، بداية الوقت ونهاية الوقت، وعلى محور الصادات اللي هو مستوى الجهد اللي يبذل فيه. طبعا المرحلة الديفايننج اللي هو التعريفات تستمر ويكون في بينهم تقاطع، يعني ممكن تستمر إلى مرحلة، لو ملاحظين تتقاطع مع مرحلة التنفيذ هنا هذا. وطبعا نفس الحكاية، عفوا، البلانينج بيكون مستمر أحيانا ألين يعني بتقاطع بشكل بسيط مع مرحلة الإغلاق. لهذا من ميزات أو من خصائص إدارة المشاريع، إنه زي ما قلنا المشروع بيكون حاجة يونيكنس عالي فيها، فشيء يعني بنتعلمه مع بعض، شيء ممكن بيكون بنسويه الأول، أكيد إحنا بنسويه الأول مرة، فالتغيرات تكون عالية زي ما قلنا. فهنا بحتاج دائما يكون في إعادة للتعريفات، يكون في إعادة للتخطيط، فاحتاج هنا إنه يكون الموضوع ده مستمر، تمام؟ فعشان كده بيكون معايا تداخل بين هذه المراحل. هذا بشكل عام المخطط للبروجكت مانجمنت. المواضيع اللي هي عليها ستارز هي اللي إن شاء الله حنغطيها مع بعض في هذه المادة، يعني زي ما قلنا حنغطي يعني إن شاء الله الاستيميتنج، وكيف حنعمل البروجكت نتورك أو مخططات المشاريع اللي هو، وجدولة الموارد والتكاليف، وكيف يعني بنقلل ممكن مدة المشاريع، وكيف بنراقب
الأداء تبعنا، حيتعلم إن شاء الله برضو على فرق العمل، حاجة يسموها outsourcing، حيتعلم إن شاء الله مع بعض. مراحل تعريف المشروع، هي أول مرحلة إحنا تكلمنا عنها هنا اللي هي الديفايننج، ليها خطوات كيف بنعمل مسألة الديفايننج. تمام، هي عبارة عن 5 خطوات عشان أنا أعرف المشروع بشكل كامل. أول خطوة بيتم فيها تعريف السكوب تبع المشروع أو نطاق عمل المشروع. طبعا هذه ملخص إن شاء الله هنتكلم عنها بالتفاصيل الخطوات في الشرائح القادمة. المرحلة الثانية والخطوة الثانية تحديد أولويات المشروع، هنتكلم عنها بالتفصيل برضو. بعد كده الخطوة الثالثة اللي هي creating work breakdown structure، اللي هو تفصيل المشروع إلى أبسط أجزائه للتمكن من إدارتها، يسموها الورك بريك داون ستراكشر. هذه من الأشياء المهمة جدا في مرحلة تعريف المشروع، وهي حتساعدنا في أشياء كثيرة حتكلم عنها برضو في التفصيل. الخطوة اللي بعد التالية أو الرابعة اللي هو يكون ترابط بين الورك بريك داون ستراكشر أو تفصيلات المهام تبع المشروع مع المنظومة أو الأورجنايزيشن اللي أنا شغال فيها لتوزيع المهام. والخطوة الخامسة اللي هي بعمل كودينج للـ Work Breakdown Structure للاستفادة منها في عملية Information System. أول خطوة اللي هو Define الـ Project Scope. إيش المقصود بالـ Project Scope؟ اللي هو نطاق العمل، يعني بمعنى بسيط اللي هو أنا إيش مطلوب مني عشان أنفذه وأخطط لي، يعني إيش الهدف النهائي للمشروع. طبعا الفائدة منها إيش هي؟ إنه أنا بيكون عندي وضوح تام للديليفربلز، أنا ما هو مطلوب مني تسليمه بنهاية مدة المشروع. هذه أهم حاجة بتساعدني برضو مسألة تعريف السكوب تبعي، إنه يكون عندي تركيز على المهام المطلوبة مني وعدم الالتفات إلى مهام قد تكون تطلب بشكل غير رسمي لكنها حتأثر علي. فأنا يكون التركيز عندي على الجولز تبعي، الأهداف الخاصة بي عشان أنجزها بشكل سليم. وبرضو كجزء آخر اللي هي تساعدني في عملية مرحلة التخطيط، أنا عشان أقدر أخطط بيساعدني السكوب إن أعرف حدودي وأعرف المطلوب مني، فأنا أقدر أخطط لي بشكل جيد. يكون تواصل بيني بين البروجكت أونر مالك المشروع وبين المانجر عشان يتواصل، يكون بينهم لغة مشتركة واتفاق مسبق. لأي بروجكت سكوب في حاجة يسموها التشيك ليست. الليست اللي أمامنا هي يسموها هذه جينيريك، يعني بشكل عام أساسية، لكن ممكن شركات أخرى أو يعني كل منشأة أو كل مشروع يكون له التشيك ليست الخاصة بيه، لكن هذه التشيك ليست هي الجينيريك اللي هي الأساسية، غالبا ما تكون موجودة دائما بشكل مستمر. اللي هي أول واحدة البروجكت أوبجيكتيف، لازم يتم تحديد الهدف من المشروع. ثانيا الديفلوبرز اللي هي الأشياء المطلوب تسليمها بنهاية المشروع، حاجة يسموها المايلستون. المايلستون اللي هو كان أصل معنى جاي إنه زمان الطرق وحتى للآن بعد نهاية كل مايل بيحطوا زي الصخرة كده تحدد إنه انتهت مسافة ميل، فيسموها مايلستون، فبتحدد نهاية مرحلة معينة، يسموها نقاط انتهاء المراحل. الجزء الرابع والتشيك ليست الرابعة اللي هي التكنيكال ريكوايرمنت، الأشياء التقنية المطلوبة في المشروع لازم تكون معرفة.
الجزء الخامس اللي هي حدود المشروع، الأشياء اللي هي ما يتجاوزها أو لازم ما يعني تكون خارج نطاق السكوب، معرفة من البداية إذا كان في أشياء يبغى لها تفصيل. حنشوف الآن مثال يوضح لنا هذا الموضوع ده. في الأخير لازم يتم مراجعة السكوب بين مع الكاستمر مع البروجكت مانجر. هذا مثال للسكوب ستيتمنت. المثال الاوبجكتيف بيقول انه المطلوب to construct high quality custom home within 5 months at cost not to exceed 350,000. ايش يعني؟ انه هو المطلوب مني انجاز او انشاء high quality custom home، تصميم مخصص لمنزل بجودة عالية، خلال يتم انتهاء منه خلال 5 أشهر، الحمد لله، عفوا، بمبلغ لا يتجاوز 350,000 دولار. بعد كده تشيك ليست الثانية أو الستيب الثانية، الأشياء المطلوب تسليمها الديليفربلز، عبارة عن 2200 سكوير فوت من مساحة المبنى، يكون يوجد عندنا أكرمكم الله حمامين ونص لهذه المستخدمة في الإنشائية، يكون في 3 غرف نوم، فينيشت هوم كامل، يكون في جراج، فينيش جراج، السير روكت، في برضو سلم معين، كيتشن أبلاينسز اللي هو المعدات تبع المطبخ، يكون وناص عليها ايش المواصفات، هي يكون فيها اوفن اللي هو الفرن، ومايكرويف، وديش ووشر، هذه المفروض تكون من ضمن الاشياء اللي يتم تسليمها. بيكون في غاز سبلاي للهوم مع ثرموستات، بروجرام ثرموستات، فهو بيحدد بالنص الاشياء اللي يجب توفيرها بنهاية المشروع. المايلستون انه الخطوات اللي هو بيقول انه هو ماشي بيتاكد انه راجعها باستمرار وانجز فيها. طبعا هذه المايلستون حنشوف ان شاء الله في القريب العاجل ايش فائدتها. يعني عنده هنا 4 مايلستون، يقول اول مايلستون يقدر يقول انا خلصت جزء من المشروع اللي هو صدور التصاريح، حدد لها تاريخ معين. يكون هنا اللي هو صب الأساسات، فاونديشن بورد، اللي هو صب الأساسات تاريخ معين 14 مارش. بعد كده اللي هو الدراي وول، تركيب الحوائط والفريمينج، طبعا هذا نظام البناء الأجنبي، شيذينج، بلمينج اللي هو التمديدات، السباكة والكهرباء، ميكانيكال انسبكشن، بيعمل التقييم انه في عندهم هناك جهات تشيك على الانشاء قبل ما يتم السكن، السماح بالسكن فيه يعني. حاطين لها ديت معين اللي هو 25 ماي. بعدين في الاخير فاينل انسبكشن اللي هو التقييم النهائي واستلام المنزل من قبل المالك. بعد كده اتكلم عن التكنيكال ريكويرمنت، هنا حدد قال انه هناك عندهم المواصفات والمقاييس الخاصه بيهم لازم تنطبق على المنزل المنشأ ده، فهو بيتحدد بيتكلم عنها. بيقول انه جميع الابواب all windows and door must pass NFRC class 4 energy rating، بيتكلم انه العزل المستخدم في الابواب والشبابيك لازم تكون حسب ستاندرد معين. فهنا بيتكلم على اشياء تقنيه، فعشان كده يسموها technical requirement. فهذا المشروع معناته بهذه الطريقه مطلوب. هنا برضو استمرارية نفس الحكاية، بيحط مواصفات للعزل الداخلي والعزل في الأسقف والعزل الأرضيات والجراج، كلها مواصفات تقنية مطلوبة. على سبيل المثال اللي هم يسموها كود البناء، هذه التقنيات التكنيكال ريكويرمنت يسموها كود البناء، كل دولة في عندها كود بناء خاص بيها، فهو بيتكلم إنه هذه هي الكود اللي انا معتمدها في المواصفات للمنتج النهائي اللي انا ابغاه.
بعد كده اللي اتكلم على الليمت اكسكلوجن، الاشياء اللي هي تكون خارجه عن نطاق المشروع. بيتكلم عن المواصفات او التصميم تبع المنشأة المبنى اللي هو البلو برينت اللي هي الخرائط الهندسيه، انه والله هي مقدمه من قبل الكاستمر. يعني معناته هنا الكلام انه كمشروع انا لغير ملزم بان انا اعمل تصميم للمنزل او اعمل تخطيط للديكورات ودي الاشياء، فهذه مسؤوليه الكاستمر. فانا عرفت ان هذه مساله التخطيطات خارجه عن ايش؟ ادارتي انا للمشروع. اللاندسكيبنج برضو هي اختصاص العميل، فمعناته هي ما تكون مشموله ضمن المجال العمل حقي او السكوب. السكوب هي معناته مجال العمل. بيتكلم عن الثلاجه، بيقول لك ما هي ملزمه للبروجكت، هي خارج نطاق العمل، فمعناته انا ما حوفر الثلاجه. التكييفات، اجهزه التكييف غير مشموله، لكن انا مسؤول عن التمديدات الخاصه بيها مثلا. فهنا انا لما اخطط لمساله التكييف انا في المشروع انا اعلم الان انه التمديدات هي ضمن اهتمامي، لكن توفير الاجهزه ما هي مسؤوليه المنشاه القائمه بهذا المشروع. هنا نص على مثلا مثال انه الكونتراكتور او منفذ المشروع له الحقيه ان يكلف ناس اخرين بقيام باجزاء معينه من المشروع. هنا ضمن حق من حقوق وضحها بشكل كامل. وفي نفس المجال نص اتفاق في الاتفاق انه يكون هو مسؤول عنه على مستوى الاداء الذي يقوم به الناس دول اللي ممكن يعملهم سب كونتراكت اللي هو المقاول من الباطن. لو تلاحظوا بكل اختصار، يعني في الاخير طبعا تم المراجعه بيحطوا اسامي، لو نلاحظ يعني هي عباره السكوب ستيتمنت او يسمى برضو نعرف اسمها اخر اللي هو البروجكت شارتر، هو عباره عن ميثاق او العقد المبرم بين الجهه المنفذه للمشروع وبين المالك النهائي المخرج الذي سيكون من هذا المشروع. فهو عباره عن كونتراكت، فيجب ان يكون مكتوب بطريقه كامله. ليس مدير المشروع فقط المسؤول عنه، بيكون في فريق كامل مختص به، يكون في ناس قانونيين، ناس من الإدارة العليا في المنشأة هم المسؤولين عن إدارة أو تجهيز هذا السكوب والاتفاق عليه. زي ما قلنا بيسموه برضو أحيانا statement of work أو يسموه project charter، اللي هو مواصفات عامة وكاملة ومفصلة لجميع نواحي المشروع. أهمية ده شيء، الموضوع ده بتكون ليش؟ انه غالبا حاجه يسموها سكوب كريب، او انه زحف المجال، زي ما بيقولوا زحف مجال العمل. احيانا اثناء العمل بنواجه مشكله انه العميل يطلب مواصفات اضافيه او يكون له تعليق على طريقه تنفيذ شيء معين او الشكل النهائي لشيء معين تكون خارجه عن مجال السكوب. أو أحيانا مثلا على سبيل المثال برضو أثناء حفر الأساسات، فنواجه مشكلة جديدة نحتاج مثلا إلى أنه لم يكن بالحسبان ولم تكن موجودة المعلومة هذه، أنه يوجد مثلا مشكلة في الأساس في الأرضية نحتاج أنه يتم معالجتها قبل عملية إنشاء أو بناء الأساسات المنزل. هذا خارج حاجة خارج عن مجال العمل المتفق عليه في بدايه المشروع. هنا نحتاج انه نعمل ريفايننج للسكوب تبعنا بالاتفاق بين المنفذ المشروع وبين صاحب العمل. هذا مثال للبروجكت شارتر، زي ما شايفين مواصفات كامله لكل جوانب المشروع. حاجة أحب أركز عليها، never ever accept verbal order، بمعنى تجنب وبشكل مطلق القبول بتوجيهات لفظ شفهية. يجب أن تكون جميع التوجيهات جميع التعديلات
في المشروع، سواء كانت بين مدير المشروع وبين الموظفين، سواء كانت بين مدير المشروع والعميل، يجب أن تكون عبارة عن توجيهات مكتوبة وموثقة لضمان حقوق الجميع. وتحصل أحيانا أن يكون هناك توجيه شفهي، وبعد تنفيذ التوجيه الشفهي هذا بيكون بيترتب عليها تكاليف، لا يتم الوفاء بهذه التكاليف بسبب عدم وجود ما يوثق أنه تم التوجيه بهذا الشيء. وحصلت يعني ومن أحب أكبر أسباب المشاكل اللي بيواجهها مدراء المشاريع والخصومات التي تقوم في الجهات القانونية. الخطوة الثانية قلنا اللي تكلمنا عنها اللي هي تحديد المسؤوليات والمهام والأولويات في المشروع. طبعا كل مشروع يهتم بثلاثة نواحي، يكون اهتماماته مصببة أو واردة من ثلاثة اتجاهات. أول جهة أو أول مصدر للتقييم الأداء المشروع اللي هو الوقت التايم، ثاني شيء اللي هو الكوست أو التكاليف، ثالثا هي البرفورمانس الأداء. هذه الثلاثة اللي بتحدد كيف بيكون عندي الأداء في المشروع. أتمنى طبعا دائما إنه في المشروع إن أنا أنجز المشروع في الوقت المحدد بالتكاليف المحددة والمخطط لها وبالجودة والبرفورمانس والأداء المطلوب منه إنه يكون عليه المشروع. لكن في واقع الأمر هناك بيكون عملية تريد أوف يسموها، اللي هي موازنة أو تغيير بين هذه الثلاثة بناء على تخطيط واتفاق مسبق بين المدير أو الجهة المنفذة للمشروع وبين صاحب العمل. بالمثال يتضح المقال. هذه الأداة بيستخدموها للتوضيح للعلاقات بين الثلاثة الأشياء اللي قلنا عليها اللي هي البرفورمانس والتايم والكوست. المقصود هنا زي ما قلنا بالمثال يتضح المقال، في عندنا مشروع الآن هو عبارة عن إنه develop a new wireless modem اللي هو تطوير جهاز مودم وايرلس. طبعا هذه يسموها برضو يحتاج البروجكت بريوريتي ماتريكس، هي اللي بتربط عندي بين الاشياء الثلاثه دي اللي هي التايم والبرفورمانس والكوست وكيفيه التعامل معها. عندنا احنا ثلاثة اشياء بالتعامل مع دي شيء، حاجه يسموها كونسترين وانهانس واكسبت. ماذا تعني هذه العلاقات؟ ماذا تعني هذه الماتريكس؟ هنا لو نلاحظ انه البرفورمانس مربوط بالكونسترين. الكونسترين المقصود بها انه لا يمكن التنازل عن هذا الشيء. هذا الشيء اللي انا بتكلم عنه لا يمكن التنازل عنه. فهنا بكنه بفهم من الرسم من الماتريكس دي، البرفورمانس اثناء اداء العمل او اداء المشروع ده لا يمكن التنازل عن البرفورمانس، عشان كده عملناها كونسترينت. اوكي طيب التايم لو لاحظ موجود تحت او في الانترسكشن او التقاطع مع الانهانس. ماذا يعني انهانس؟ انهانس معناته نرجو ان يتم العمل على تسريع المشروع. اذا يوجد مجال لتسريع المشروع ارجو ان ناخذ هذه الخطوة لتسريع المشروع مع شرط عدم الكونسترين، عدم الإخلال بالبرفورمانس. طبيعة الإنهانس توفير الوقت يتقابلها التكاليف الكوست. مادام أنا time is money، أنا need save time، I have to spend money، أحتاج أوفر الوقت، دائما بيكون في عندي صرف للمال. ونلاحظ acceptance جات مع الكوست، فإيش بيقول هنا؟ إيش معناته؟ أفهم أوكي okay, I am fine with spending more money، accept إنه أنا أوافق على صرف مال زيادة بمقابل إنه أحافظ على البرفورمانس ما يتغير وإني أسرع المشروع. فهذه هي العلاقة الثلاثية بين هذه الثلاثة. أعيد هنا شو بوريكم إياه. الأكسبت reducing إن أنا طبعا هو المقصود بها reducing إن أنا
أتمنى إني أوصل المشروع بنهايته مثلا، في المثال عندنا بهذا الكورس، لكن أنا مستخيل أتخيل على الموضوع، أتخلى عن الموضوع ده، إنه ممكن يزيد تكلفتي، أتخلى عن إنه إيش ميت البادجت حقي، فأنا ممكن أزيد فيها، ما عندي مشكلة. طبعا زي ما قلنا إنهاس اللي هو بحسن الأداء أو الوقت طبعا، أو حسب الوضع اللي عندي أنا على حساب الآخرين. والكونسترين إن هو أنا هذا الشيء لا يمكن أتنازل عنه. فطبعا ممكن إحنا نلاقي ماتريكس تانية أو بفورمانس يعني ريليشن شيب تانية بين الثلاثة دول بطريقة مختلفة، ممكن تكون كلها موجودة تحت الكونسترين، يعني تكون التايم هنا برضو ويكون الكوست هنا برضو، كلها كونسترين ما أقدر أتخلى عنها بشكل تاني. ممكن أحيانا يكون العكس، أنا الانهانس الكوست، أن يهمني أقلل التكاليف وفي نفس الوقت ممكن أكسبت إنه يزيد الوقت، ما عندي أي مشكلة. أحيانا يكون التخلي عن البرفورمانس ما يكون في الكونسترين، يكون في الإيش، يا في الأكسبت يا في الإيش في الانهانس، ما عندنا مشكلة. طبعا هذه لما قلنا في الأخير يعني بتكون التعامل معها باتفاق بين الجهة المنفذة وصاحب المشروع. يمثل لها بالمثلث احيانا، على سبيل المثال هذه مشروعين مثلا، المشروع الاولاني نلاحظ علامه اكس هنا، نفهم من العلاقه دي انه هو المهم هنا المشروع ده يهمه البرفورمانس والتايم، لكن هو الكوست تاثيره عليه اقل، فلو جينا نحتاج نعمل اي تعديلات في سبيل البرفورمانس والتايم احنا ممكن نزيد في الكوست. المشروع الثاني هذا لا يوجد توازن بين الثلاثة، فعشان كده طبعه موجودة في النص. تفيدني في إيش هذه المرحلة؟ إن شاء الله هتاخدوا مادة كاملة اللي هي decision making، اتخاذ القرار في كل يعني خطوة من خطوات المشروع، في اتخاذ قرار من قبلكم إن شاء الله لما تكونوا مدراء مشاريع. فهذه هي التولز اللي تساعدنا إحنا كيف ناخذ القرار، هل أقدم البرفورمانس على التايم، الكوست على البرفورمانس، وهذه الاشياء هنا دائما بيكون مرجعنا عشان اعرف اخذ القرار. طبعا ده ما باختصار شديد، اتخاذ القرار هو مجرد عمليه ترتيب للاولويات والمصالح، واتخاذ بعدين الوصول ليش لقرار سليم بناء على الاولويات اللي عندي. الخطوه الثالثه اللي هي creating a work breakdown structure، اللي حاجه مهمه جدا، اللي هو ال WBS. هو عبارة عن إيش؟ Hierarchy Outlines، Hierarchy اللي هو شكل هرمي لجميع ال Work Element وال Product اللي هي موجودة في المشروع. اللي هي على سبيل المثال أنا بأصمم مشروع إنتاج نقول عجلات، اللي هي نقول موتور سايكل ولا اعوذ بالله مش دباب او دراجه ناريه، تمام. فلازم اعمل تفصيل لجميع الخطوات اللي انا محتاجها لانتاج هذه المنتج حقي النهائي اللي هو مثلا الدراجه الناريه. طبعا عشان في الاخير اقدر يعني اعرف الفاينل ديليفربل حقتي انا، لازم هو كلها معرفه في ال WBS. واحيانا في يكون عندي سب ديليفربلز، انا ان شاء الله برضو ما قلنا حنشوف بالمثال يتضح المقال اكثر، نراجعها مع بعض. واحيانا يعني مو شرط انه يكون الاستخدام لل WBS فقط في المنتجات الملموسه، حتى في الخدمات برضو بيكون عندنا استخدام ليها مطبقه. خلينا نشوف المثال مع بعض. هذا هو مثال الورك بريك داون ستراكشر. على سبيل المثال هنا المشروع حقه اللي هو ديفلوب الويندوز 8 اوبريتنج سيستم، فيبدا يخطط ايش المراحل او الاجزاء اللي هو بينتج بيها عشان يوصل للمنتج النهائي. طبعا هذا هو المشروع الاساسي، يحتاج لثلاثه اشياء للوصول ليه، اللي هو بيعمل تصميم للسوفت وير، وبيعمل كوست مانجمنت للمشروع، وبيعمل سيستم تيستينج، تمام. هذه الثلاثه الاشياء اللي ايش بيش يحتاجها عشان يصمم الاوبريتنج سيستم ده.
اوكي، ابدا بعد كده يفصل كل واحده فيهم لباكج اكتر، للتفاصيل اكتر. مثلا هنا بيقول ديفلوب الجي او اي اس، بعد كده بيحتاج ان هو بيعمل انشور كومباتيبلتي وذ ايريال فيرجن، انه يكون في تناسق بينها وبين الاوبريتنج سيستم السابقه، فيبدا يفصلها. فهو عشان يعمل يتاكد انه بيكون المتوافق مع الاصدارات السابقه من الويندوز، فهو يتاكد انه هو مثلا متوافق مع ويندوز 7، متوافق مع ويندوز فيستا، ومتوافق مع ويندوز اكس بي. فهذه هي يسموها الورك باكج. ايش يعني ورك باكج؟ اللي هي اقل جزئيه انا ممكن اتعامل معاها داخل المشروع، اللي هي ممكن تقول لي انا الورك اللي محتاجه لانجز هذه الجزئيه من المشروع. بتخليني تساعدني اني انا اعرف الاحتياجات اللازمه لانجاز هذه الجزئيه، من ناحيه الوقت، من ناحيه الكوست، من ناحيه التايم. نعم، من ناحيه الامكانيات اللازمه للانتاج، واحتياجات المهارات او السكيلز الخاصه بالناس اللي حيقوموا بانجاز هذا الجزئيه من المشروع. وفي نفس الحكايه برضو بتساعدني ان انا اسهل على نفسي مساله ايش المتابعه. بمعنى اخر، الورك بريك داون ستراكشر هو بيساعدني ان انا افكك المشروع لاجزاء بسيطه يمكن ادارتها، وممكن التعامل معها، وممكن تكليف ناس معينين بتنفيذها. هذه هي فائدة الـ WBS. طبعا هي خارج مجال أو منطاق الكورس تبعنا، هتاخدوها إن شاء الله في كورس آخر برضو بتفصيل أكبر، بس لأهميتها حبينا إحنا نراجعها مع بعض. طبعا كم مستوى نقدر إن إحنا نوصل لي؟ يعني إحنا واصلين مثلا نتكلم 1 2 3 4 levels، هل احتاج اكثر من كده، احتاج اقل من كده؟ هذا يعتمد على حجم المشروع وحسب التفاصيل والتقنيات والتكنيكال ريكويرمنت الموجوده. هذه تعتمد على الاورجنايزيشن برضو اللي شغالين فيها، كل هذه عوامل بتاثر على الليفلز اللي هي ايش بتكون مبني بيها الورك بريك داون ستراكشر. لكن في شرط اساسي انه هي هيسموه ذا 100 رولز، اللي هو الورك بريك داون ستراكشر يجب أن يحتوي على جميع المتطلبات اللازمة لإنهاء المشروع. يجب بمعنى يجب، يعني 100% اللي هي أن يكون الـ WBS الـ Work Breakdown Structure بيشمل جميع السكوب، مجال العمل بجميع تفاصيله. وهذا الموضوع جدا مهم، بسبب عدم وجود جميع التفاصيل يؤدي إلى غياب معلومات لدينا عن إيش الأشياء اللي يجب توفرها في نهاية المشروع. حيكون في عندنا مشكلة للتخطيط، حيكون في عندنا مشكلة لتقدير التكاليف، مشكلة في تقدير الوقت، مشكلة في تقدير الاحتياجات، حتواجه مشاكل كبيرة. للأسف ونعترف وأقولها بكل صراحة، It's not easy task. تحتاج مجهود كبير لعملها، تحتاج لخبرة، تحتاج لفريق عمل، تحتاج لميتينجز، تحتاج لبرينستورمينج عشان نوصل لورك بريك داون ستراكشر كامل وسليم، لكنها خطوة مهمة جدا جدا جدا. الخطوة اللي بعدها اللي هو نعمل انتجريشن بين الـ WBS أو الورك بريك داون ستراكشر مع الأورجانيزيشن. ليش؟ الأورجانيزيشنز مقسمة الأنواع، أو المنشآت أو الشركات مقسمة أنواع في الهرم الوظيفي أو الهيكل التنظيمي لها أنواع مختلفة. حتاخذوا الجزئية دي برضو في مادة تانية بشكل أكبر. في شركات يسموها الفانكشنال
اورجنايزيشن قائمه على تقسيم المهام عندها على جمله الفانكشن، يعني اللي هو المهام زي ما يقولوا. في عندهم مثلا جزء او قسم للموارد البشريه، قسم للماليه، قسم للهندس المهندسين، قسم للتخطيط، قسم للديزاين، للتصميم، قسم للماركتينج. هذه يسموها فانكشنال اورجنايزيشن. في شركات اخرى يكون اسمها ماتريكس اورجنايزيشن، في شركات اسمها بروجكت اورجنايزيشن. حسب طبيعه المنشاه دي الهرم الوظيفي فيها مختلف، فيجب انا اكون في تنسيق بيني بين ال دبليو بي اس وبين طبيعه المنشاه اللي عندي. ليش؟ انه زي ما قلنا في عمل المشروع احنا بنحتاج نكون فريق عمل. فريق العمل ده من فين بوفره؟ من ضمن المنشاه اللي عندي. فهنا يبدا التنسيق بين فرق العمل اللي هتشتغل على الدبليو بي اس وبين المنشاه اللي عندي. على سبيل المثال عفوا هذا دبليو بي اس اللي عندنا، كم ليفل عندي؟ اللي المثال عندي هنا 1 2 3 5 ليفل. فهو الان بدا ينسق بين الليفل الخامس وبين الاورجنايزيشن. على سبيل المثال الاورجنايزيشن المتوفره عندنا هنا عباره عن فانكشنال، قسم خاص بالمانيفاكتشرنج، قسم خاص بالتست، قسم خاص بالمشتريات، قسم خاص بالايش؟ بالسوفت وير او البرامج. فبدا ينسق بينهم. على سبيل المثال في الليفل ده مثلا في الديسك ستورج يونت محتاج 3 اشياء، اللي هي الاكسترنال يو اس بي والاوبتيكال والهارد درايف. الهارد درايف محتاج فيه 4 اشياء يعملها، اللي هي الموتور، السيركت بورد اللي هي لوحه اللوحه الالكترونيه، والشيس فريم، الشاسيه فريم اللي هو البادي حق الهارد درايف، والريد رايد هيد. هذه الاشياء اللي يحتاجها هو لتنفيذها. يعني هذه الاشياء برضو التوضيح، عند تجميع هذه ال4 اجزاء اللي هي الموتور والسيركت والفريم والهيد والريد رايد هيد بقدر اوصل ليش؟ ان كونت الهارد. الان انا اقدر هذه الجزئيه اعرف او الوقت المحتاج ليها والتكاليف اللي محتاجها واحتاج مين يقدر ينفذها، وهكذا لكل البقيه. على سبيل المثال الموتور هنا هو من اهتمام لما اربطه مع الاورجنايزيشن بريك داون ستراكشر، هو مختص بجزء او قسم البرشيننج او المشتريات. افهم واضح من الكلام ده انه هو ما بيصممه، هو بيشتريه بشكل مباشر جاهز وبيستخدمه على طول. السيركت بورد اللي هو لوحه التحكم او الشريحه اللي موجوده داخل الجهاز ده مسؤول عنها 4 اقسام، مسؤول عنها التصميم والانتاج والاختبار، قسم الاختبار وقسم السوفت وير. دول كلهم هم هحتاج شخص من هنا او 2 او 3، يعتمد اشخاص من هنا. فهنا ابدا انا اعرف احتياجي من الايش؟ من الريسورس اللي عندي، وهكذا بالنسبه ليش؟ للبقيه. اخر مرحله يعني اللي هي حتكون في السلايد الثانيه، اللي هي مساله الكودينج. لازم اعمل كودينج للبريك داون ستراكشر عشان تساعدني للتنظيم. هو الهدف منها الاساسي التنظيم، واعمل انا انفورميشن سيستم للتواصل والتعامل، تريحني في التواصل مع الفريق العمل. لما اتكلم اقول الورك باكج نمبر كذا، رقم العمل كذا، هذه بتساعدني على الموضوع ده. زي ما انت شفتوا في المثال، هي بيبدأ يتكلم مثلا واخذ هنا جزئيه رقم 1، كل ما يتم تفريع منها بيزيد ديجيت. يعني هذا المستوى الليفل الاولاني، في عندي هنا 2 ليفل اتكلم عن هذا الليفل الاولاني. الليفل الاولاني منقسم الى كم ليفل؟ هذا 1 2 3. الليفل الثالث منقسم عندي هنا 1 2 مثلا، هنا برضو وصل لاربعه، اربعه بينقسم برضو 1 2 وهكذا، 2 بينفصل. فلو تلاحظوا هو كل مره بيزيد ديجيت عشان نعرف نضيف الكود، فهذه يسموها الكودينج. لمسألة زي ما قلنا التسهيل والاستفاء، وتسهيل ايش؟ الربط بين الموظفين والتعامل والتواصل بينهم وبين بعض. الجزئية الأخيرة اللي هي حاجة يسموها الريسبونسبيلتي ماتريكس، أو
مصفوفة المسؤوليات. هي برضو مربوطة بالـ Work Breakdown Structure اللي هي توضح لي بشكل بسيط من مسؤول عن ماذا ومن يساعد في ماذا. هذه باختصار المثال هو أوضح شيء. هنا التاسك اللي هي كانت موجودة في البريك داون ستراكشر بشكل كامل. هنا الفكرة هنا أنه عنده ريسيرش بروجكت، فعنده هذا البروجكت تيم وهذه التاسك اللي موجودة. فهنا بدأ يعمل تنسيق بين التاسك وبين فريق العمل. هذا الكود تبعه الار معناته هو responsible والاس support ولا or assist، يعني بيدعم أو بيساعد في هذه المهمة. إيش أفهم منها؟ الآن أعرف إنه identify target customer، تحديد ال customer حقي هو مسؤولية مين؟ ريتشارد. مين حيساعده؟ دان وليندا هم المساعدين لي. وهكذا بالنسبة للبقية. input response data اللي هو إدخال البيانات مسؤولية ديف، لن يتم مساعدته من أي شخص آخر. تمام. على برضو تحليل البيانات أو النتائج مسؤولية دان، وتم مساعدته من ديف وليندا. هنا لو تلاحظوا عرفنا مين مسؤول عن ماذا ومين حيساعد من، وفي نفس الوقت كل شخص عرف مسؤولياته. لو نلاحظ إنه ريتشارد عنده أربع مسؤوليات ويعمل سبورت في مهمة واحدة. وهكذا للبقية. إليزابيث عندها 3 responsibility وسبورت لواحد فيهم. هذه بتساعدني إنه من البداية فريق العمل يعرف كمية حجم العمل اللي هو مطلوبة منه والمهام المطلوبة منه، وكان هو من ناحية المسؤولية ومن ناحية المساعدة. ملاحظة بسيطة، وتلاحظوا إنه الـ responsibility في كل تاسك لا يوجد إلا R واحدة أو responsibility واحدة، يعني مثلا على سبيل هنا R واحدة. هذا الشيء المنطقي إنه دائما يكون في مسؤول واحد، إنه تعدد المسؤولين حتخلي الموضوع ممكن يخرج عن السيطرة، أو يكون فيها إيش زي ما يقولوا كل شخص فيهم يحاول إنه هو يرمي الحمل على الآخر. مثال آخر هنا مربوطة، هنا عندي ببني كونفير بيلت بروجكت اللي هو حزام ناقل. هذه الأشياء اللي هي مطلوبة تتم، الأجزاء المشروع الديليفربولز ولا التاسك اللي مطلوب عندي تصير. هذا الكود حقي هنا بطريقة مختلفة، طبعا ليها أكثر من طريقة يعني مستخدمة، ما عندنا مشكلة إن شاء الله. هنا مثلا بتكلم هنا الاهتمام كان بالorganization department. عندي كم department؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 department. 1 2 3 4 5 6 7 8 department. هنا يتضح كل واحد إيش مسؤول. مثلا ال design، شو ال architectural design بيكون مسؤولية، لو نلاحظ قسم ال design. الدعم سيكون متوفر من قسم الديفلوبمنت ومن قسم التستينج، والاستشارات من قسم الكواليتي اشورنس والمانيفاكشن من قسم الجودة او قسم التصنيع، وهكذا بالنسبة لبقية التاسك. هذا مثال اخر لمسألة الريسبونسبيلتي ماتريكس، وقلنا هذه فائدتها. نفس الحكاية الان قسم الديزاين ألموا بمهامهم والاشياء المطلوبة منهم وجميع الاقسام الاخرى. هذه بتساعدني برضو أنا في تحديد البرسونال وعدد الناس اللي أحتاجهم من كل ديبارتمنت لأداء هذا المشروع. في الأخير سمري سريع للي قلناه. زي ما قلنا المانجمنت أوف بروجكت هي عبارة عن 3 خطوات أساسية. أنا بعمل بلانينج وسكيجولينج، وفي الأخير بعمل كنترولينج. اللي طبعا في البلانينج بيكون الجول سيتينج، وبيكون تعريف للبروجكت وللتيم اورجانيزيشن. في سكيجولينج بعمل تنسيق بين الناس اللي شغاله وبين الموارد والفلوس اللي عندي وبين الاكتيفيتيز اللي هي ايش بتكون خاصه باداء المشروع، او تكون هي اللي في النهايه بتنشئ لي المشروع.
وعملية الكنترولينج اللي هي الاكسكيوتينج والكلوجر هي مشمولة هنا. بتابع دائما الريسورسز والكوست والكواليتي والبادجت طبعا، وحتاج زي ما قلنا نحتاج نعمل التعديل او التعديلات حسب احتياجاتنا عشان ميت التايم والكوست ديماند دائما. هذه الحلقة المشهورة للبروجكت مانجمنت اكتيفيتي هي دي سكيدجولينج بلاننج سكيدجولينج اند كنترول. في كل خطوة زي ما قلنا في البلاننج هذا اتكلمنا عن مسألة البرفورمانس ست الجول وتساعدنا بعدين في الديسيجن ميكينج. ديفاين البروجكت تكلمنا على مسألة البروجكت شارتر، وفي الأخير برضو كمان تكلمنا عن الورك بريك داون ستراكشر وأهميته وكيف أنا بستفيد منه في عملية التخطيط برضو، أو بناء عليه أنا بحدد التيم والريسورس. هي تقريبا خطوات متسلسلة نوعا ما. مرحلة السكيدجولينج إن شاء الله هيتكلم عنها هذه بشكل مفصل السيكونس في مادة في الفصول القادمة، وهذه وهذه وأساينينج البيبل برضو إن شاء الله. آخر مرحلة اللي هي الكنترولينج، هنتكلم مع بعض كيف نعمل مونيتورينج وكيف ممكن نعمل تعديلات وتغيير في الريسورسز. طبعا في المرحلة الأولانية هي خاصة بالتايم والكوست استيميشن والبادجت، يكون فيها الانجينيرنج دروينج والتصاميم حق تبع المشروع والماتيريال افالابيلتي ديتيلز اللي هي مبدئيا، والتكنيكال ايضا بتكون معايا. هنا حيتعلم ان شاء الله زي ما قلنا كيف بنسوي الاشياء اللي حاجه يسموها سي بي ام والبيرت والجانت شارت والمايلستون شارت والكاش فلو سكيجول. في الاخير حتكلم عن البادجت ان شاء الله، ومسألة الديلي اكتيفيتي وكيف نعمل اكسلريشن للمهام والتاسك الموجودة في المشروع. وحيتكلم حاجة يسموها سلاك اكتيفيتي ريبورت ان شاء الله. محاضرة اليوم كانت من مرجع البروجكت مانجمنت ذا ماجيريال بروسيس. اتمنى انه تكونوا يعني عملتوا ريفرش بالمحاضرة هذه لمعلوماتنا في مجال البروجكت مانجمنت، وان شاء الله هنبدأ بشكل ديب أكثر في المحاضرة الجاية للمواضيع الخاصة بهذه المادة إن شاء الله. أشكر لكم حسن استماعكم، ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة.